مرحلة ما أدركت أن هناك اضطهاد ضد المرأة وأنا جزء من هذا الواقع وعلي مسؤولية لتغيير هذا الواقع. أنا بعتبر المخيم ونشأتي في المخيم وفي الانتفاضة الأولى هي مشكل الأول يعني وهي أساس شخصيتي. ضلني أقول من وين جبت الجناحين اللي عندي، بلاقي أنه من المخيم. كنت أغطي أكثر من جهة، كتبت أول قصة ذاتية عن السائق الذي قتل في ميديا 24 وهو الذي صنع لنا القهوة قبل بأقل من نصف ساعة ثم خرج بسيارته ليموت تحت القصف. كانت المواد تترجم من 3 إلى 7 لغات، خاصة لا تسألني عن السلام بعد اليوم، المقالة التي كتبتها عن عائلة عمي. ذهبنا أنا وفريق نيويورك تايمز وغطينا رغم أن إسرائيل هددت أي سيارة تدخل وتخرج وقتها من الرفح. في اليوم التالي قتلت عائلة عمي. لم يكن هناك حلاً وسطاً كصحفي وكإنسان، كان حزنك إلى أقصاه، خوفك إلى أقصاه، موتك إلى أقصاه. لا يوجد حل وسط، لا يوجد صورة جميلة من أي شيء. كنت تاني امرأة أنا بأخذ منصب رسمي بعد زهيرة كمال. أنا كممثلة للشعب الفلسطيني مفروض أكون ناشطة سياسية وكذلك دبلوماسية، وهدول عمل مختلفين يعني. وجربت كناشطة أكون طبعا كتير قريبة من حركات التضامن، كتير بالنسبة لي مهم. تفاعلت جدا، بدي أعطي مثل مع الحرب على غزة بال 2008-2009 بباريس، يعني أول مظاهرة كنا 30,000، بعد بجمعة كنا 100,000. أنا لما خلصت الحرب على غزة وهذا الحراك الشعبي شوي وقف، قررت أعمل حفل موسيقي كتير كبير من أجل أطفال غزة بأكبر قاعة بباريس. حطيت دفعت 34,000 تشيك، وأنا بعيني أنا والسفارة ما نجيبش 34,000 يورو، بس نجحنا نجاح كبير. عملنا بعض الأموال يعني اللي وديناهم لأطفال غزة، غير انه الشباب كانوا بهالقاعة حاملين العلم الفلسطيني من الراس لأخمص القدمين. اشتغلت شغل حلو، متعب كتير كان، خاصة انه مرضت بالكانسر في هالفترة، بس استمريت يعني بالشغل وكأنه ما فيش علاج كيماوي. المرأة حتى لما بتتعب نفسيا تكون منهكة، ما حد بيجي بيساعد، انت بدك تقومي بحالك، بدك تعوضي عن الممرأ، بدك تلاقي حلول وبنفس الوقت تستمري بواجباتك.